الجزائري الكلتي للكلتيه الجزائري الشيخ المغربي هو اللي انشا القادريه رغم انه مؤسسها الشيخ سيدي عبقر بن جلال، ولكن اللي انشاها في القادريه هو الشيخ بن عبد الكريم المغربي وتعتبر خزانه جزائريه انطلاقا من تفكير الشيخ محمد بن عبد الكريم المغربي. ولذلك ان شاء الله نسر الشيء هي الطريقه الرجاليه في افريقيا وفي الجزائر وفي العالم ككل ان شاء الله باذنه تعالى. وهذه الفكره راهي انطلقت من فندق تاعكم بالان ان شاء الله وسنجسدها باذنه تعالى يمقي الحديث. وشكرا. ربي يوفقكم ان شاء الله لما في الخير. تفضل سي مولاي. شوف جمال هذه الكلمه ضيوف هذا اللي جاوا ما قمنا به هو الا وجه اتجاه ناس الصحراء اللي احنا نعزوهم ونكرموهم ولهم مكانه جد مهمه في قلوبنا. لهذا ما قمنا به الا وجه وان شاء الله نكون قد كفينا ووفينا ان شاء الله واحنا والبيبان مفتوحه ان شاء الله لناس الصحراء كل ومرحبا بهم وان شاء الله الولد تاعهم يشفى ان شاء الله انه المستشفى. هذا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. نحن الآن جينا العاصمة لمدة شهر في إطار العلاج للوالد، هو الآن موجود بالمستشفى والآن هو مع أخي، وصريت أني نزور البروادية. هو كان بإمكاني نزور مدينة اللي عندي مع قصة مؤلمة وهي مدينة ايش اسمها؟ بروغي زبيري. زبيري زبيري يعني كيفاش خلط العلاقة مع الحاج العمري؟ أننا كنا في مهمة رسمية وعايدين من الجزائر وخلوا لنا حادث، والحادث هذاك كان على أثره وفاة استدام خدمتنا وتوفوا زوج الله يرحمهم ويغفر لهم وجعلهم يسمحوا لنا في هذا القتل الخطأ. وكان من قضاء الله وقدره أنني البلاصة اللي